في إطار عملية تزويت وتركيب كواشف تسرب غاز أحادي الكربون في منازل مواطنين ولاية شلف، قامت اليوم مؤسستنا رفقة السلطات الولائية لولاية شلف في إطار عملية وضع هذه الكواشف للمواطنين، وين كان هناك إقبال وتفاهم من طرف المواطنين هذه الولاية، وين وضعنا هذه الكواشف مع إعطائهم نصائح فيما يخص تركيبة الداخلية للغاز الطبيعي وفيما يخص كذلك الأجهزة. العملية راهي متواصلة في ولاية شلف، ولحد الآن رانا وضعنا ما يفوق 139148 كاشف، وكل منزل يستفيد من كشفين مجانا. ما يخفاش عليكم بلي هذا الغاز أحادي الكربون هو غاز قاتل، ويعني ما عندهاش لون ولا رائحة ولا هو صامت، يعني لهذا هذه الكواشف إن شاء الله تحد ولا تنقص من هذه الكوارث وحفاظا على سلامة مواطنينا. وهذه اكسيد الكربون هو المشكل، ما فيه ريحه، ما فيه حتى حاجه، ما فيه ريحه، فهمت اخي؟ هذه وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.